بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستكمل موضوعنا اللي هو Mathematical Representation of Polarizers. العنصر الأول أخذنا Linear Polarizer وشفنا المصفوفات اللي بتوصفه، ولازم نتذكر نقطة إنه المصفوفة التي تصف البولاريزر هي 2 by 2 matrix تسمى Jones matrix. لما يكون عندنا أكثر من ماتريكس فاسمها جونز ماتريسيز. فاليوم بصدد إنه نشوف الريتاردر كمستقطب. ريتاردر هو مستقطب. معنى كلمة ريتاردر من فعل تو ريتارد، ومعنى يؤخر، يؤخر أو يعمل على تأخير جزء من الإشارة الكهرومغناطيسية للضوء المستقطب. والمقصود هون بجزء يعني مركبة من المركبتين اللي بتشكل المجال الكهربائي للموجة الكهرومغناطيسية. فريتاردر هو العنصر الذي يقوم بهذا العمل. ما هو العمل؟ بيخلي مركبة تتأخر عن مركبة. طبعا هذا مرتبط بتركيب الريتاردر نفسه، وتحديدا بمعامل الانكسار، لأن قصة التأخير معناها تبطيء، معناها سرعة انتشار، والسرعة مرتبطة بمعامل الانكسار. هذا هو شكل أحد أشكال الريتاردر، أحد الأشكال التجارية للريتاردر. والريتاردرز أنواع، من بين هذه الأنواع في نوع بسموه كوارتر ويف بليت، يعني ربع طول موجي، الصفيحة ذات ربع الطول الموجي. شو بتعمل هذه الصفيحة؟ لما يدخل عليها ضوء مجاله الكهربائي بهذا الاتجاه وله مركبتين، فتعمل هذه الصفيحة أو الشريحة تعمل على تقديم وتأخير المركبتين، بحيث أنه في مركبة، يعني إذا في شخص هنا بينتظر عند الإشارة الحمراء، من الذي يصل قبل هذه المركبة اللي هي هذه المركبة، ومن الذي سيتخلف، من الذي سيتأخر هذه المركبة اللي هي هذه المركبة. بالتالي هذه الديفايس أو هذا المستقطب جعل المركبتين تتخلفان عن بعضهم البعض، بحيث أن مركبة أسرع ومركبة أبطأ، مركبة تتقدم ومركبة تتأخر. المركبة التي تتقدم تكون موازية لمحور بسموه fast axis، المحور السريع، بينما المركبة التي تتأخر تكون على المحور الآخر اللي بسموه slow. وبالتالي في الريتاردرز راح يكون في عنا slow axis وfast axis. fast axis بمرر المركبات الأسرع، والslow axis بمرر المركبات الأبطأ. لما نحكي lambda over 4 plate معناها الفاصل بينهما من وجهة نظر مسافة يكون بواقع ربع طول موجي. هنا يعني تمثيل آخر للفرق بين الموجتين بعد ما يمروا من خلال الريتاردر. هذه مركبة وهذه مركبة أخرى، وواضح أنه الفرق بينهم يكافئ أو يساوي lambda over 4، بحيث أنه الصفر هذه المركبة يطابق الماكسيمم لهذه المركبة. لو ما كان في فرق بينهم بكون الصفر مطابق للصفر والبيك مطابق للبيك. هنا عندي أنيميشن للواقع اللي بيصير. هذه الموجة الأصلية، وهذه موجة صفيحة ربع موجة تعمل تأخر بواقع ربع طول موجي، وهذه صفيحة تمثل تأخر بواقع نصف طول موجي، وهنا صفيحة تمثل تأخر بواقع طول موجي كامل أو صفر. فواضح من خلال الفرق في الطور أو الفرق في الأطوال الموجية ممكن نفهم
الفوارق التي تصنعهم هذه الصفائح بعد ما يمر من خلالهم الضوء. لاحظوا ماكسيموم عند الصفر في الصفيحة الربع الموجي، وهكذا زي ما شفنا في السلايد السابق. فهنا الريتاردنس يعني واقع الريتاردنس بواقع كم، بطول موجي، بنصف طول موجي، بربع طول موجي، مقارنة مع الأوريجينال. رياضيا الآن هذه الرسمة زي الرسمة في السلايد الأول، ضوء بسقط له مركبتين على ريتاردر، له فاست أكسس وسلو أكسس. الفاست أكسس بيخلي المركبة العمودية تسبق لما يكون الفاست أكسس فيرتيكال، والسلو أكسس لما يكون هوريزونتال يخلي المركبة الأفقية تتأخر. بمعنى أن المركبة الأفقية بيصير عليها فرق في الطور بواقع إبسلون إكس، والمركبة العمودية بيصير عليها فرق في الطور بواقع إبسلون واي. طيب رياضيا كيف ممكن نمثل هذا الإجراء، هذه العملية كيف ممكن نمثلها رياضيا؟ هذه المصفوفة اللي بتمثل مركبتي المجال الكهربائي للضوء الساقط، وهذه المصفوفة تمثل مركبتي المجال الكهربائي بعد نفاذهم من خلال البولاريزر. طيب لما يصير في عندي، لما تتحول المصفوفة من هذا الشكل لهذا الشكل، إذا في أوبريتر أثر عليها. هذا الأوبريتر عبارة عن هذه المصفوفة اللي فيها حدين غير صفريين في هذا القطر، وحدين صفريين بهذا القطر، حتى تتشكل عندنا هذه المصفوفة. لأنه لما بدي أضرب هذا الحد في هذا الحد زائد صفر في هذا الحد، والصفر في هذا الحد زائد هذا الحد بهذا الحد، بتتشكل عندي هذه المصفوفة. طيب فالأوبريتر اللي أنا حكيت عنه هي عبارة عن المصفوفة التي تمثل البولارايزر الريتاردر في هذه الحالة. فإحنا مهمتنا في هذا الموضوع، في موضوع الماتريكس ريبريزنتيشن اوف ريتاردرز، ان نشتق هذه المصفوفات. فبده يكون في عندنا من هذه المصفوفه اربع اشكال: شكل للكوارتر ويف بليت اللي له سلو اكسس فيرتيكال، وبدنا نرمز لها بالرمز، هذا الرمز بدنا نستخدمه كيو دبليو بي اس اي في، كوارتر ويف بليت slow axis vertical. ومصفوفتها طبعا راح نشتقها، احنا راح يكون لها هذا الشكل، وفي عندنا quarter wave plate slow axis horizontal مصفوفتها بدها تكون بهذا الشكل. هنا الريتاردنج بدها تكون بواقع ربع طول موجي في الحالتين هذول. وفي نوعين اخرين، half wave plate والslow axis بكون vertical، وهاف ويف بليت السلو اكسس هوريزونتال. هذه هي اختصاراتها، هذا الاختصار للسلو اكسس فيرتيكال، وهذا الاختصار للسلو اكسس هوريزونتال في حالة الهاف ويف بليت. المقصود فيه انه الفارق بده يكون بواقع نصف طول موجي، وهذه هي المصفوفات. في جميع الاحوال بنلاحظ انه في عندنا عناصر بهذا القطر، عناصر صفرية بهذا القطر لجميع المصفوفات، هذه المصفوفة وهذه وهذه وهذه. السلايد الأخير هو سؤال الكويز في هذه المحاضرة، ولازم تكونوا مقدمينه مع نهاية المحاضرة، يعني مع نهاية الساعة 10. بس تخلص الساعة 10 بيسكر النظام على استلام الإجابات على الكويز. فالسؤال هو: What is the difference between linear polarizer and retarder؟ ما هي الفوارق بين linear polarizer والretarder in the matrix form من حيث شكل المصفوفة، and in the effect on the state of polarization of light، وتأثيره على حالة الاستقطاب على الضوء. فبتعبوا الجواب، بتكتبوا الجواب بخطيتكم، بتصوروه موبايلكم وبتحملوه على النظام، وإن شاء الله الوقت راح يكون كافي وزيادة. الله يعطيكم العافية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.